بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام من الليل يسوس صفاه بالسباك. رسول الله صلى الله عليه وسلم إرشاد فرمايا: حضرت حذيفة رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے. راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹانا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: وعمادتک الحجر والصوبۃ والعزم عن الطریق لک صدقہ. رسول اللہ